على بالك احنا الاولين. انا من مشينا فقط اللي طلعنا الجروبات الاولين ثلاث جروبات. جروب الاول راح من مروانه تفرقنا وحنا ظهرنا. وش من عام بالضبط؟ 55 فهمت. درنا الكروشاج الاول تاع ابو طالب دينا لهم 24 بصح الكرتوش ما عندناش. عندنا مطرايه طامسون عندها شارجور واحد وباقي السلاح الاخر طليان شارب الكرتوش حتى نديروه القايله هكا يحمى باش كش ما يتكل. وهكذاك شدينا معهم من 8 تاع الصباح حتى لمور العصر. فهمت. جلست انا بلي ذكرى واحد جندي صغير فينا اقعد اقول جاي نوض حكم هذاك التيرور كان خادم لاندوشين بالرافال. من بعد انا استغنيت هكذاك هذاك الكوارت الدراهم درت واحد قروره كي جاو يهزوني هكذاك شوف هذا في الجيب تاع الشوكيطه هذاك التيرور تاع اليسار زوج شارجور تفرغ عليا. قال لهم هذا خدم لاندوشين. من بعد استغنيت وقعد يبكي مسكين. يكون قتلوا خطأ في البراج هي كيف جبدوا جماعة سيدي بالتقاء لقاو سبعة موش ستة سر يكونوا قتلوا. هذو العشرة هذوك تاع جهة ولاد خلوف ولا؟ لا القصة العش هي صحيح. احكي لنا على القصة هذيك لسه غير بشوية بر. كيف كنتوا منين كنتوا جايين وين كنتوا رايحين؟ حنايا جبينا على المكارطة كما تحضر الفيلاج ولاد عقلة. ولاد عقلة فهمت. وحنا قبل ما نلحقوا التم كان واحد هما زوج من شلشال واحد صغير عريج محمد والاخر ماشي تعلم كبير وهما قومية قبضوهم في الوراس تما وبعثوهم كجنود معنا ما عندهمش سلاح. من بعد كي جينا هابطين المكارطة تكينا هكا ستاتي اللي كانت عند خدها ويقبض بحدود الجدرمية تاع البرج على بالو وين رانا قاصدين. ايه الولاية الثالثة باش نتلاقاو مع عمران وجبنا كلمة السر ليلة أول نوفمبر سي مصطفى بالعيد رحمه الله الشهداء عطانا الموتباس كلمة السر ليلة أول نوفمبر بعد زوج تراكسيون دراع بن خدا الولاية الثالثة تاع السلاح. هذا هو وهذاك القومي هذاك على بالو وين والرخو. ايه بصح كلمة السر حتى واحد ما عندهم غير انا برك. قلت لك العساس اللي كان العساس حط راسه هكذا الاخر خلى ستاتي ويقبض الحضور قبض الدرك وبدات تفزع من كل بلاصة. انتوا في قداه كنتوا؟ في عشرة. واحد جند معنا غير قول ذراع من بوق من بو طالب. بو طالب ما محطوط في القائمة. الحصن قلت لك بدات تنبع من كل بلاصة منهم مروكي بن الصبان كان مع ريزيرفيست هو ولد فراجو والقايد المقراني عيا فوق راسه هكذا ويرسخ فيا القايد المقراني. ايه قلت لك ما انا لا اله الا الله محمد رسول الله. كيما قلت لك حضرنا الكوالتي اللي جوج كانت واحد الصوفية هكذا تسك فينا بنها الصغير ما كانش. وهذاك النهار نهار الاربعاء برادع حوسوهم المصوبين يحكي البراجية. قلت لكم بعد العشوة هكذا سر منا كاين واحد يقول الواد هكذا ياشو يحضر من كانت الرحالة الميتية فوق الطريق والطريق طلع للغابة. حدنا اليوم باش يعطونا الماء برك وقلنا لهم كاش ما باش يورونا بيبري باش نخرجوا لياشير مثل ما احنا عندنا عملية نديروها من المسؤول السكة الحديدية نخربوها. وصلنا هو ذوك يا احنا ما عندناش خبر باللي فيرما تاع بن شاوش راهم فيها العسكر. تاع من؟ فيرما تاع بن شاوش. بن شاوش في الخارجة تاع احمد بن شاوش. كيما القنطرة. ايوه. زيد شوية برك جاية على اليسار. ايوه.
وصرنا كاين العسكر تم حنا كي قعد قطعنا القدرون دار لي حشاكم الكلاب تنبح باش نقطعو نظهرو العسكر تم ضربو سيني الاخضر عندنا مخبر الاخر باش يعطو الاخر قوات جيل انا نتبعو في الواد هذاك ساعه يقربنا للقدرون ساعه يبعدنا بلاصه وين كان رزق تذكاري هو الحال ما عندك وين تروح غير الهندي قدامنا وشي سكان تما كان الليل ولا النهار؟ نهار طلع النهار ايه ايه ما عندك وين تدخل وهذاك الوقت ما الجيش يتحرك في الليل من بلاصه لبلاصه اما انا تحاكمنا معاهم عند 8 قد كروشينا حتى بعد العصر بعد احنا زوج هليكوبترات بالبياسات ويتيريو اي حنا لهم وحده بدات تلحق لا ليجون ترونجير بالبلنديات والحصون كبرس قد حكمتوا معاهم؟ من 8 حتى من بعد عمر العصر 8 هزنا قبلة الطريق 6 سوايع ولا 7 سوايع احنا هكذاك هو جاء الكوميسار تاع مشيلة اليهودي قد شالوه لابس خضر وكذا قال لهم هذا من مشيلة هذا الكتاب ايه درك باش يدونا للسبيطار تاع البرج تاو بالموتى نتاعهم ولا الانجليزيين من بعد هيا 9 قول 10 غير تاع الليل الفورمون تاع الشرطة هذيك الاخر هزونا داونا للسطيف في قداه في 4 الانجليزيين ايه 6 استشهدوا ايه 6 اللي استشهدوا كان واحد هو أصغر هذا سيبوها الماني حتى أحمد الجيري هو كان معي في كوبانيا واحدة في الهندوشين الله يرحمه في الهندوشين يا عمي ايه ماذا تسمعوا سموه مع عمي عمارة ها عمارة بيشو خاشين بزاف ثم رأي يا حسنا اديوكم السبيطار تم يا أنا لقيت راحي فوق البرانكار والحواجي مواشين بالدم بيسي من هنا ومن الكتب ومطيشينهم فوق مني فريفكتر ومن يأكلوا العسكر قزرنا لي الدخلة تاع السيف كما عين فوارة نسميها السبيطار وجماعة الأخرين مش عارف وين داروهم ومن بعد غدوة من ذاك داونا السبيطار دارونا هذاك لي زون ترافو سناسل في كتبنا يوحد شنقرة وطرح محطوطين في لاط كل ساعتين يجي البرقادي عند بابنا واسبكتر من برا مترين ويجي الجوج يبحثوا فينا بالواحد كان هذاك الوقت عبد الرحمن زغلاش هو الترجمان الترجمان تما المهم طولت قد قعدتوا في السبيطار طولناش خاطرش المدير قال لهم بدوهم عليا لا ما كانش يجوا الفلاقه اللي هنا انت ايه بيمنعوكم من بعد داونا للسينون هذاك الوقت كان قاعد بن عروس تما يحكيوا لنا عليه النهار بالضبط وقتاش يعني نعم النهار بالضبط هذاك قلت لي كان ب4 وش من شهر وش من قول في جويلي وقده في جوية 21 جوية ايه ربي ينصركم ان شاء الله يرحم والديك يا استاذ شكرا.